الانتقالات الحقيقة الزمالك خلص ايمن حفني، موضوع خلص، وايمن قبض 400 ألف وتمام التمام والدفة وتمام التمام 100%، ومسؤوله طلع الجيش عايزين يبقوا، يعني مش عايزينه يبقى موجود، عشان تبقى القصة واضحة عند حضراتكم. خلص خالص يعني. الاهلي كان اخذ توقيع خالد قمر، والاهلي كان عايزه بجد، ثم علم انه خالد قمر راجل طيب، يعني مضى للاهلي ومضى الانبي ومضى الاسماعيلي ومضى للزمالك، فالنادي الاهلي قال لك لا خلاص ما يلزمناش، شكرا جزيلا بالسلام، انتهى. قال لك انه بيعمل كده هو لعيب يعني لسه، طب ما بعد شويه هيعمل ايه؟ واضح ان الولد يعني زي ما يكون بيتكسف، وقالوا له يعني ما تفرقش، وكل واحد بيقول له مالكش دعوه، فمضى. فالنادي الاهلي بعد ما كان جاد جدا في ضم خالد قمر، النادي الاهلي لغى صفقه خالد قمر. يبدو انه فضل النهارده هاتريك، انا يعني شفت له جونين، وده الثالث تقريبا ليه بيسجل هدف الرابع. فخالد قمر بقى خلاص. الاهلي ما فوتش احمد ودار خالص، ما مش طالبه يعني، ما كانش عايزه وما طلبوش خالص، فبالتالي هو مش في حسابات النادي الاهلي. طبعا وكلاء اللاعبين شغالين زي الفل، الحق هياخدوه، الحق مش عارف ايه، والكلام اللي انتم بتسمعوه ده كله. لكنه للامانه الاهلي لم يفوضه. كمان احمد حسن مكي، حسن مكي الحقيقه الجهاز الفني السابق في الاهلي كان خلص معاه خالص، طلبوه وعايزينه، هو الولد الحقيقه كان مرحب جدا جدا بالانضمام للنادي الاهلي، كان مرحب وحابب وعايز انضم للنادي الاهلي. بالتحديد من 4 ايام مكي كلم الاستاذ محمد عبد الوهاب، وده اكبر غلط عامله النادي الاهلي، اكبر غلط عامله النادي الاهلي انه بيشرك عضو مجلس اداره في موضوع التعاقدات والمفاوضات. كان وجود الكابتن عادل القيه كان فارق جدا. بعد ما بيخلصوا بيروحوا قابلوا الكابتن الخطيب، قابلوا الكابتن صالح سليم زمان الله يرحمه، كواجهه كده للنادي، لكن لا الخطيب كان بيخش في مفاوضات، ولا الكابتن صالح كان بيخش في مفاوضات، ولا حاجه من دي خالص يعني خالص. وجود عضو مجلس اداره في المفاوضات يفشلها ويفسدها ويلقي الكثير من الشبل الشديد جدا يعني، ايا كان انا بخصوص خلاص وجاهزين الحدوته والقصه. ثم اختفى مسؤول النادي الاهلي عن الانظار. مسؤول الزمالك بقى لهم 3 ايام بالظبط بيدعبوا الولد، وعرضوا عليه 1.25 مليون على الترابيزه. الكلام اللي بقوله لكم ده يمكن احمد حسن مكي اول مره يسمعه. الاهلي صرف النظر عن التعاقد مع احمد حسن مكي، يمكن هو نفسه اول مره يسمع هذا الكلام. الاهلي صرف النظر. الولد الحقيقة ملتزم بكلمته مع النادي الاهلي، لكنه لم يسمع هذه الجملة من اي من مسؤولي النادي الاهلي. ليه؟ لانه عنده الكابتن علاء عبد الصادق، كابتن علاء عبد الصادق عايز ياخد الملف كله في ايديه، لكن بيزحمه الاستاذ محمد عبد الوهاب عضو مجلس ادارة. انا بقول لكم كلام واضح، بيزحمه الاستاذ محمد عبد الوهاب عضو مجلس ادارة النادي الاهلي، وانا رأيي انه الملف يكون في ايد رئيس جهاز الكرة الكابتن علاء. اذا احتاج لمساندة من محمد عبد الوهاب يتدخل، اذا ما احتاجش يبقى خلاص، عشان الامور تمشي بشكل جيد. اذا الاهلي لن يضم خالد قمر، لن يضم احمد ديودار، والجديد قال انه لن يضم احمد حسن مكي، ده الجديد اللي لازم حضراتكم تبقوا عارفينه. طيب الاهلي هيضم مين؟ صلاح الدين سعيد. ومين؟ اسلام رشدي. طب عايزين تعرفوا قصه اسلام رشدي بوضوح شديد جدا. اسلام رشدي عنده شرط جزائي 500 ألف جنيه، نص مليون جنيه. قبل نهاية الدوري ب 15 يوم يتم وضع هذا الشرط او هذا الرقم او هذا المبلغ، اما يدفع للنادي، لو النادي رفض بيروح يحطه في اتحاد الكورة ان النادي رفض، ادي 500 ألف جنيه الشرط الجزائي بتاعي، يقوم جاي كاتب رغبة انا عايز العب في النادي الاهلي. لو ده تم، لو جاله عرض ب 100 مليون جنيه هو رفضه مفيش مشكلة خالص، ولا يملك احد على الاطلاق انه يغير الامر ده. دي يا جماعة لوائح وقوانين، ما تتعبوش قلبكم خالص، انا بقول لكم الاصول واللوائح والقوانين. اذا الولد دفع الشرط الجزائي زي ما بقول لحضراتكم كده قبلها ب 15 يوم فضلوا الشرط الجزائي اهو، خلاص ما عندوش مشكلة خالص، يروح النادي اللي هو عايزه. اذا اسلام رشدي غير رأيه من هنا لحد ال 15 يوم الاخيرة، انتوا عارفين انه اخر اسبوع في الدوري اظن يوم 14 ستة، يعني قدامنا شهر
اظن يعني اخر اسبوع او يوم 16، فقبلها كده احسبوها انتوا بقى، يبقى يوم واحد في الشهر يروح دافع. اذا النادي ما رضاش ياخد يحط في اتحاد الكوره يقول لهم يا جماعه النادي رفض، انا الشرط الجزائي بتاعه، ويكتب رغبه او اعبر عن رغبتي في الانضمام الى النادي الاهلي اذا هو عايز. هذه الحاله اللي هينضم فيها اسلام رشدي للنادي الاهلي. ما علمته ان اسلام متمسك باللاعب للنادي الاهلي، اي حاجه غير كده لا قيمه لها، دي اللوائح ودي القوانين. مين اللي ضمه بقى نادي الزمالك بصفه نهائيه؟ رضا العزب. خلص خلاص. وعلى فكره حقه، وعلى فكره الزمالك فوضه في الوقت القانوني، يعني الوقت القانوني بتاع التفاوض الزمالك فوضه، بس اخذ على الزمالك او اخذ على اللاعب ان هو المباراه الاخيره ما بينه وما بين الزمالك، فما كانش ينبغي انه يتوجه الى نادي الزمالك. المباراه حاسمه، اللي فايز يصعد او لو الشرطه تعادل يصعد. وبالتالي النهارده الشرطه قال اللعيبه اللي انا كنت سامح لهم ان هم هيمشوا مش هيمشوا اذا ما صعدناش، لان القصه اتدربكت يا عيني على الشرطه في الاسبوع الاخير، وكان الله في عون خالد القماش وعون اداره الشرطه. طيب احمد ديودار زمالك، ايمن حفني زمالك، خالد قمر زمالك،